تفضل ايه؟ الله يكرمك يا سيدي. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعين ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا ومرحبا بيكم. احنا النهارده معاكم ومع عم ظني، يعني اشهر حد في سلطان الفرغه اللي هنا في اسيوط، بيعمل وجبات عدس باللحمه. كل سنه كده وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم وعلينا. خلاص شهر رمضان الكريم على ابواب، فاضل 10 ايام. تعالوا بقى ناخدكم كده جولة النهاردة لطيفة وجميلة مع عم ظني على باب الفرغل بمحافظة أسيوط. ازيك يا عم ظني؟ ازيك يا سيدي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبار العدس باللحمة؟ مليحة كويسة الحمد لله، يعني فيها رضا. بص عارفين احنا واقفين فين؟ هنا على باب سلطان الفرغل. صدقني من اخر الشارع يا جايبه الريحه. ما الريحه الناس كلها حلوه بالصلاه على النبي. يلا بكره على النبي. قول لي بقى يا عم ظني، العدس باللحمه يعني مهما الناس تعمله في البيت مش زي كده، تورو لنا بقى كده. بالصلاه على النبي. اشرح لنا مكوناته بقى. بطاطس. تمام. طماطم. تمام. دهن، لو ما فيش لحمه نحط له دهن. جزر. فلفل اخضر. بسله خضراء. كوسه. وطماطم وحاجات كتير والتوابل وحاجات كتير جميله. كله نعمه من ربنا. نعمه الحمد لله. الحمد بس لله. مش غريبه ان نحط مثلا بسله وخضره؟ لا مش غريبه، سبحان الله. يعني اي حاجه بتقبل، العدس بيقبل اي حاجه، يعني يقبل اي حاجه تدخل عليها. تمام. يعني تحطيها عليه يقبلها، ما يبقاش طعمه مغير ولا حاجه. تمام. قال لنا الحمد لله ما يخلفش معاهم. لا بالعكس، ده بيبقى احلى. كل ما تزودي له حاجات بيبقى احلى. قول لي بقى يا عم ظني، اتفضل، انهي الاحلى؟ لما نحط الدهن ولا لما نحط اللحمه اكتر؟ اللحمه طبعا. اللحمه والدهن حلو برضه. والدهن حلو. ما قلتش يا عم ظني ليه 10 سنين بوقفنا؟ تعبت خلاص ما جيت. لا ما تعبتش، ما تعبتش والحمد لله كده شغال كده للنهايه. الحمد لله. قول لي بقى يا عم ظني، اتفضل، العدس ده بقى الحله كامله مطعمه بيه؟ مطعمه بيه. يعني حاطط لها ايه؟ بحط لها البهارات والخضار، بحط لها فلفل احمر، وبحط لها كزبره ناشفه، كزبره خضراء، كمون، والتوابل. يعني توابل ايه بقى؟ فلفل اسود، فلفل احمر اللي هو بيدي لون. تمام. فلفل اخضر، كمون، كزبره ناشفه، كزبره خضراء. بس انهي الاطعم، العدس اللي هو مثلا من غير ما نحط له الخضره والتفاصيل دي، ولا اللي نضيف له الخضره والحاجات؟ لا نضيف له الحاجات دي يبقى احلى. ماشي يا بلا، خدي معاك. عم الشيخ شغال بيساعد الصلاه على النبي. ليك كام سنه انا يا عم صلاح؟ يا رب انا لسه اول سنه مع عم ظني. الحمد لله. انا لسه اول سنه وان شاء الله تبقى العمر كله يا رب. لي 30 سنه في الفريق السخونه. مدد يا رب، مدد على البيت. تمام. للعنابه سقي الماء بقى. ايوه. ليك كام سنه كده يا عم برضه واقف جنب عم ظن كده في سقي الماء؟ لي حوالي 20 سنه. 20 سنه هو في المدد. المدد. تمام. نجيب الميه على طول والشاي والقهوه وكل حاجه. هي المية دي بتضاف لها اي حاجه؟ لا في الصيف بيضاف لها ثلج. في الصيف بيضاف لها ثلج ونعمل شربات، ولكن في الشتاء وقت الشتاء ما يقبلش الثلج، احنا ما بنحطش ثلج. في الصيف بيضاف لها لوحه ثلج يتحط في البرميل والناس تشرب. لله فلله. مدد يا عيني. بدون مقابل الا من عند الله سبحانه وتعالى. كله نفحات الرحمن مجانا. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بدون مقابل من اي بشر. اللي يجوز عليها ربنا في اي حاجه احنا فوق راسنا من فوق. واللي ما يجوزش عليها ربنا يجوز علينا ربنا. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لحضرتك جدا. اسم حضرتك ايه بقى؟ نعم. اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي عبد القادر فرغلي. شكرا يا عم عبد القادر. شكرا. عم ظني بقى هتضيف بقى البصله دي فين؟ العدس بقى. هتضيف بقى البصله فين دي يا عم؟ العدس بقى. تمام. ازيك؟ السلام عليكم. يا رب. الحمد لله. هتضيفها بقى زي ما هي كده ولا هتقطعها؟ شرى. تمام. صلاه على النبي. صلاه على النبي. ربنا يهنيك. صحيح ما تسكتش. انا لازم قول لي بقى يا
رمضان. تفضل. في بيتك بقى شخصيا لما بتعمل عدس ده بيطلع زي بتاع بره؟ لا، لانه ما بعملوش في البيت. في البيت انا ما بشتغلش حاجه. انا السيد في البيت. ما بتعملوش؟ لا، بتعمله في البيت المدام، بس ما بتعرفش تعمل زي كده. ما بتغير بقى منه. اه طبعا، اللي بتاكل بتيري تاكل منه هنا. لا بتغير ولا بتغير؟ لا المدام يا رب. مر بقى الناس لما تعمل العدس ده ما يطلعش زي في البيت. والله سبحان الله، لقمه بتاعت ربنا حلوه، لقمه لله بتبقى حلوه، حتى لو يعني لو عيش وطعميه بتبقى حلوه، لانه طالع لله. واللي بيطلع نفحه لله بيطلعها باخلاص، لانه ما حدش جبر عليه. ده بتبقى طالعه بنيه صافيه، نيه صافيه، من طول نيه صافيه تبقى الحاجه حلوه. مشكوره بسم الله. ايوه، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. تفضل. دايما نجيلك كده ودايما ان شاء الله. وارحم حد من حد بقى العم ده. لا ده حبايبي كلهم والله، كلهم حبايبي وكلهم بيحبوني وبحبهم. تعيش. الحمد لله. ركبت ثلاث مواصلات ماشي مطلع رجليا. شوف الساعة كام وانا ما فطرتش دلوقتي. عم ظني طبق حلو كده منظم للحاجة بقى. هيفطرني. فطرها وغديها وعشيها. ماشي، كل سنه وانت طيبة. صرف عندنا من عند الكريم، وفيه دوين مختوم من عند ربنا تفطر حدانا. ملهاش صرف، ملهاش، ما نقدرش افطر، ملهاش بول، ما نقدرش نفطرها، ما نقدرش افطرنا ابدا، ما نقدرش احنا نفطرها. دي صرف، دي صرف من الله. الحمد لله يتختم بونه ويصرف من عند ربنا. انا عارفها يا حبيبي، النبي عارفها يا غالي. انا عارفه الصرف ده، ولكن مش بايدينا احنا، الاكل ولا الشرب ولا لا. تعالى يا فلان، تعالى يا علان، تعالى مش عارف مين. لا لا، ده صرف من عند ربنا سبحانه وتعالى. شكرا لحضرتك جدا. شكرا ليك يا عم ظن، بشكركم جميعا. بشكر اسره البرنامج. انا سعيده اني كنت معاك. عزائك نيسر عليك وعليك اليان بخير. السلام عليكم. ربنا يعليك اليان بخير. الله يخليك. تسلم يا عم. اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين، ابو كبير ميديا في كل مكان، شكرا ليكم، شكرا لحسن تابعتكم. كنا معاكم النهارده كده في وجبات الرحمن مع عم ظني. لكل الناس الوجبات دي، لكل الناس يعني، اي حد بيجي بيطلب نفحه عم ظني يعني، وكمان بيشمها من اخر الشارع. شكرا لكم اعزائي الكرام، شكرا لحسن تابعتكم. رمضان مبارك عليكم وعلينا، خلاص على الابواب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. حتى منها نجيب، حتى منها نجيب.